السلام عليكم. دلوقتي هنعمل حساب على ميد جورني، هقول له ساين ان وهقول له السوري ونبدأ بقى نستمتع بالميد جورني. فجاب لي كونتينيو دو ديسكورد، نجرب. دي الصفحة بتاعتي على الميد جورني، هقول له انا عايز اخش على الديسكورد، واول ما بشتغل عليه برجع تاني على الميد جورني الاقي الصور اللي انا انشأتها موجودة. طيب ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اخش في مجموعة فرعية خاصة بالناس اللي هي مبتدئين، هاجي هنا عايز ارفع صورة، فهدوس هنا علامة الزائد واقول له ابلود افايل. وهقول له ان انا عايز ارفع صورة ليا، صورة شخصية، ويحولها بقى لصورة كرتون كمثال للشغل. طيب وليكن مثلا صورة زي كده مثلا اهي، بدأ يرفع الصورة. الصورة ديت ممكن اعمل على سيلكت كده واقول له انا عايز في كوبي ايمج ادرس، وبعد كده هاجي هنا واقول له انا عايزك بقى ايه تشغل لي الايماجينج بتاعك، واقول له خد لي الصورة ديت. وبعد كده هكتب له بارامتر ان انا عايز الصورة دي مثلا كرتون، مثلا انمي، مانجا ارت وورك، وعايز مثلا هاي ديتيل اتش دي ار، وبعد كده في 4، واقول له انتر. فعشان الحساب جديد بيقول لي ايه في اتفاقية لازم توافق عليها، فقلت له خلاص انا موافق على الاتفاقية. تمام. وكتبت نفس الكلام تاني وقلت له انتر. فهو هنا هيبدأ بقى يعمل لي كريت صورة، فاعملها لي بالشكل دوت. طيب انت تبدأ تشوف انا واحدة فيهم اللي انت عايزها، وليكن مثلا رقم 3، فتقول له ركز لي على رقم 3، وممكن تقول له وجد لي نسخ تانية، ممكن تقول له انا عايز اشوف الاصدار الاول او التاني او التالت او الرابع. طيب خلينا مثلا نيجي هنا تحت هنا وادي له برامتر جديد، تمام، كرتون وارت وورك، ونبدأ نشوفهم. هسيب لك الحاجات دي اسفل الفيديو بحيث ان انت تقدر تتعامل معاها، وتقدر تتخيل تقول له انا عايز بالليل بالنهار الصبح، عايز احارب سوبر مان، بغلب سوبر مان، بستلم الجايزة، زي ما انت عايز. عشان النسخة مجانية بيظهر معاك الناس التانية بتعمل ايه. بدأت هي تظهر معايا بس دي لسه يعني ايه، تبدأ تشوف احسن واحدة فيهم، او لو ما عجبتكش حاجة خالص ممكن تقول له ايه اعمل حاجة جديدة، ممكن تقول له اعمل حاجة جديدة، او تعال نشوف ممكن اقرب واحدة فيهم ايه. ممكن مثلا ديت تقول له انا عايز ايه يو 1 يو 2، ممكن مثلا يو 4 مثلا، يبدأ يكبرها لك ويديك فرصة انك تشتغل عليها.